ضمن خطاب تجاوز شكلا الأنماط السابقة، الرئيس التونسي يعلن تأمين الجيش مستقبلا لموارد البلاد، فمواقع إنتاج النفط والفوسفات والغاز لن يتم تعطيلها بعد اليوم، ولا مجال لقطع الطرق أو إيقاف الإنتاج بسبب احتجاجات اجتماعية أكثرها وقعا ما هو مستمر إلى الآن بالجنوب التونسي. من هنا مستقبلا فإن الجيش التونسي هو اللي يحمي المنابع أساسا. راهو وقت اللي الجيش ياخذ مسؤولية راهو التعامل معه يولي صعيب. هاك نباكم انت واش ما تقولوش كذا. وبالطبيعة إذا وصلنا للحد هذا نعرفوا اللي هذا قرار خطير. لكن يلزم يقع. الرئيس التونسي اعتبر أن المسار الديمقراطي بات مهددا، مستهجنا دعوات البعض إلى انتخابات مبكرة أو إلى حوار وطني جديد. أكد مواصلة دعم الحكومة مع استمرار نهجي التوافق والحوار. وقت اللي يجيو البديل ويختاركم الشعب أهلا نمشيو معاه. أما توا خليوا الناس اللي اختارهم الشعب وكذا وقال وخليهم يختموا على الأرواح. وحقكم تعاونوهم في الحقيقة. لأن المستقبل نتاع الناس كل. ورغم أن صلاحيات الرئيس في الدستور التونسي محدودة، إلى أنه بدا ضامنا للاستقرار في البلد، مع أن مخرجات الخطاب ستفتح الجدل واسعا من الناحية السياسية والدستورية. الخطاب فيه بعض القرارات لكن لا يحمل رؤية متكاملة حول المرحلة القادمة. الأمر الثاني صحيح وقف مع رئيس الحكومة، لكن أيضا وقوفه ليس بالقوة التي كان ينتظرها، وكأن هناك بداية مسافة بينه وبين رئيس الحكومة. الأمر الثالث اللجوء إلى الجيش مهم، لأن هناك تحديات ميدانية أمنية خطيرة، ولكن أيضا اللجوء إلى الجيش يمثل ورقة مزدوجة يمكن أن تؤثر سلبا كما يمكن أن تؤثر إيجابا. كيف يمكن للجيش التونسي تأمين موارد البلاد دون المس من مصالح المحتجين؟ سؤال يطرح بقوة هنا. عدا ذلك بدا الخطاب مهدئا لوضع سياسي بات أكثر تشنجا في الآونة الأخيرة. فتح الفالحي، قناة ميديان تيفي، تونس.